ألف مبروك يا شريف بيه، ألف مبروك. إزيك يا عم أحمد؟ الحمد لله. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. امسك يا عم أحمد، هات لك حاجة. ربنا يخليك لينا يا شريف بيه. اطلع يا عم. ربنا يخليك لينا. اديني يا حبيبتي حققت لك رغبتك، وهنقضي اول يوم في حياتنا في الفيلا، وهنسافر بكره نقضي شهر العسل باذن الله. عبدو. ايوه يا فندم. ما تنساش بكره المطار الساعه 9. ها حاضر يا فندم. يلا روح انت. حاضر يا بقى يا حبيبتي بموت فيكي. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. ثانية واحدة حبيبتي. إيه ده رايح فين؟ إيه من أولها كده؟ وحياتك لاجي. حد يعمل كده في جوزه؟
شريف. ايه يا حبيبتي في ايه؟ في صوت تحت. حبيبتي اطمني، يمكن يكون البواب ولا حاجه. وايه اللي هيجيب البواب عندنا دلوقتي؟ لا انا مش مطمنه. اطمني يا حبيبتي، انا هنزل اشوف ايه وهاجي على طول. ايه ده انت رايح فين؟ ما تسيبنيش لوحدي. لا يا شريف، انت هتنزل تحت ولا ايه؟ ايه يا حبيبتي، انت خايفه عليا؟ طبعا خايفه عليك. امال اخاف على مين يعني؟ طمني يا حبيبتي، ده انا مستعد اموت علشانك. عشان خاطري يا شريف بلاش الكلام ده، وخصوصا النهارده. أنا ليه بس؟ إيه يا عمي؟ براها براها، وحشتنا يا شريف. أختي حبيبتي حبيبتي، الله يبارك فيكي. دي إيمان وده عادل جوزها سوسن مراتي. يا حبيبتي مبروك. الله يبارك فيكي. يا ابن الإيه؟ أخيراً عملتها. ألف مبروك يا مدام سوسن. ميرسي. أنتوا وصلتوا إمتى؟ لسه يا دوبك طالعين من المطار على هنا، بس الغريبه ان احنا لقينا الباب مفتوح بره، فقلنا بقى نعملها لك مفاجاه، نتسحب بقى كده حركه كده، نتسحب واحده واحده، بس واضح ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لا مش مناسب ايه يا راجل، ده يا دوبك ليله دخلتي يعني. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ثانيه واحده. ايوه وحشتي يا واد يا شيري. بس بقى يا اخي خبطني يا اخي ليله زي دي. اتفضلي يا سوسن، هديه بسيطه علشان عشاني انا. ها الله، بصي يا شريف. الله يا حبيبتي مبروك عليك. حلو قوي. ميرسي. مبروك. خدي يا بنتي يا لئيمه. انت فين هديتي؟ انا بقى احلى هديه لاحلى اخ في الدنيا. الله. جوزك حبيبك هديته فين؟ اللي انا كروت انا خدعه تعالى. اه صحيح يا جماعه، تشربوا ايه؟ لا نشرب ايه، يلا بينا يا عادل. يلا بينا. يلا بينا على فين وماشي كده؟ على بيتنا. انت عايز نبات هنا ولا ايه؟ طبعا يا حبيبتي هتباتي هنا، انت اوضتك زي ما هي فوق، محدش دخلها من ساعه ما اتجوزتي. لا انا بقول بلاش الليله دي، عشان الليله دي ليله فبكره ان شاء الله من نجمه بقى اجي لك. يعني بكره ان شاء الله من نجمه احنا مسافرين. يا ابني ايه شهر العسل، اوعى. هتروحوا فين يا شريف؟ تايلاند. الله، دي بلد حلوه قوي هتنبسطي فيها. تحبي تروحيها يا حبيبتي معانا؟ يا ريت. وادي اهو الشومه الجاهزه، نطلع على طول. مش ممكن. تعالي يا سوسن، عايزه اقول لك حاجه. وحشتني يا شريف. خلاص بقى اتفضلي تاني يا اخي. والله وحشني. ايوه محمود، سوري حبيبي انا صحيتك من النوم. معلش يا حبيبي، بقول لك ايه، ده محمود السكرتير بتاعي يا عادل. سوري. ايه يا حوده، انا امان اختي جت من السفر، وعادل جوزها، عادل جوزها جه معاها. بص انا بقول لك، عايزك تحجز لهم معانا على تايلاند. تذكره درجه اولى لو سمحت. تذكره درجه اولى يا محمود بعد اذنك. المهم يا محمود، مش مهم، هم يبقى يحصلونا بعد كده. طب يا حبيبي خلاص، انا هبعت لك الباسبورات بكره الصبح. يلا يلا، جود نايت، باي باي. ودعم وحشني. بجد نورتي مصري يا ايمان. ربنا يخليكي. عارف يا سوسن ان انا مبسوطه قوي انك خليتي شريف يستقر اخيرا. بجد يا ايمان، هو كان رافض فكره الجواز اصلا، وعمره ما جاب لي سيرتك، لا في تليفونات ولا في رسائله. مين كان يصدق ان شريف يتجوز وبالسرعه دي؟ الحب. الحب. عندك حق. بس قولي لي بقى، اتقابلته ازاي؟ ولا حاجه يا ستي، كنت في النادي على البسين، ولسه يا دوب طالع من الميه لقيته في وشي. بصراحه يا ايمان خطف قلبي. وبعدين العادي، نظره في ابتسامه في كلام في لقاء في جواز. يا سلام، ده ايه الحب بس ده كله. اخوكي سر وباتع يا حبيبتي. ارجوك يا سوسن خلي بالك من شريف.
انا ماليش حد بالدنيا غيره، ولا اب ولا ام ولا حتى قرايب، هو كل دنيتي. ما تقلقيش يا ايمان، اخوكي في قلبي. يا حبيبتي يا ابني، يا ابني اسمع كلامي وتعالى اشتغل معايا هنا. لا 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 يا عم، انا هناك مرفه. مرفه يعني انت هناك بتاخد كام يعني؟ وهتمسكني ايه بقى ان شاء الله؟ هتمسكني المصانع ولا المزارع ولا العربيات ولا العقارات ولا البورصة ولا ايه ولا ايه؟ لا يا عم بلخوت، انا كده مرتاح بره. كده عادل يعني مش عايز تيجي وتشيل عني شوية؟ قول بقى ان انت اتجوزت وعايز ترحرح، قول لي وانا رح 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 خالص.